طلبة وطلبات الصف الأول الثانوي، كيمستري لاب بترحب بيكم بكاد دكتور ممدوح خليل. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنشرح الدرس الأولاني في شابتر 2 أسيد أند بيزز. هنعرف في الدرس ده إيه هو الأسيدز وإيه هو البيز وإيه الاستخدامات بتاع الأسيد وإيه البرودكت اللي موجود فيها الأسيد والبيزز، وكمان هنتكلم على التعريفات بتاعت الأسيد والبيز. هناخد فيه ثلاث نظريات بتتكلم لنا، كل نظريه بتتكلمنا على تعريف الاسيد والبيز من وجهه نظرهم. اول حاجه الاسيدز والبيزز. الاسيد والبيز طبعا بيلعبوا دور مهم جدا في حياتنا، بنستخدمهم في الاندستري بتاعت الفيرتلايزرز اللي هي الاسمده بتاعت التربه، الاكسبلوسيف، الميديسين، البلاستيك، الموتر، الكمبيوتر اند سو اون. البيزز كمان بنستخدمها في الاندستري بتاعت السوب اللي هو الصابون والديترجنتس، اي منظفات يا جماعه بتاعت غسيل دي بتكون عباره عن بيزز، زي اريال وبرسيل والصابون السائل والصابون العادي والكلام ده كله، والميديسين كمان، لان انت مثلا بيكون عندك حموضه في المعده، عشان نعالج الحموضه دي لازم نستخدم دواء بيكون فيه بيز، لان البيز مع الاسيد بيعمل عمليه اسمها نيوتراليزيشن بروسيس، هو بيكون تفاعل ما بين البيز والاسيد عشان يدينا نيوترال سوليوشن واللي هو السولت، وكمان بيدينا ووتر. كمان البيزز بنستخدمها في الدايز في الاسمده اند سو اون. طيب ايه بقى البرودكت اللي موجود فيها الاسيد والبيز؟ يعني انت عندك مثلا في الاكل اللي احنا بناكله، عندك الليمون، عندك الاورنج، عندك التوميتو، عندك الجوافه، الاسفندي برضك بيكون فيها اسكوربيك اسيد اللي هو الاسم العلمي ليه فيتامين سي، وكمان بيكون فيها اسيد اسمه سيتريك اسيد. كل الحاجات اللي هي موجوده من المنتجات الغذائيه دي بنسميها اورجانيك اسيد، يعني ليها مصدر من الكائن الحي، وبما ان النبات ده كائن حي يبقى الاسيدز اللي بتستخرج منها بنسميها اورجانيك اسيدز. في عندك اللي هو منتجات الالبان كلها زي اليوجرت، زي الميلك، زي التشيز اند سو اون، دي بيكون فيها لاكتيك اسيد اللي انت خدته في البيولوجي لاكتوز. في الفيزي درينكس زي البيبسي والكوكولا اللي هي المشروبات الغازيه، دي بتكون فيها كربونيك اسيد وفوسفوريك اسيد. الصابون طبعا والوشنج سودا والبيكنج سودا دي كلها منظفات غسيل، دول بيكونوا عباره عن بيزس. السوب مثلا بيتكون من صوديوم هيدروكسيد مع الاويل، الوشنج سودا بيتكون من هيدريتد صوديوم كربونيت، وكلمه هيدريتد صوديوم كربونيت معناها صوديوم كربونيت ولكن في مولكيولز من الميه، بيكون رمزه Na2CO3 اللي هو صوديوم كربونيت و10 مول من ال H2O. البيكنج صودا اللي هو بيكون عبارة عن صوديوم بيكربونيت اللي هو بيكون رمزه NaHCO3. طيب الاسيدز زي ما احنا عارفين في السنين اللي فاتت في مراحل اعدادي احنا خدنا ان الاسيدز في اول اعدادي ان هي سبستانس ديشيت ان ووتر بروديوسنج اتش بوزيتيف ايون اللي هو الهيدروجين بوزيتيف ايون، وده المسؤول عن البروبرتي بتاعت الاسيد، هو اللي بيديله الطعم بتاعه. طعم الاسيد بالمناسبه بيكون ساور تيست، ساور تيست معناه طعم لاذع او طعم مزز، لما بنيجي نقرقش ليمونه او الكلام ده كله بنلاقي طعمها ميزز. الاسيد بردك بيحول الليتمس بيبر من اللون البلو للون الريد. الاسيد بيتفاعل مع السترونج ميتالز، السترونج ميتال زي صوديوم، زي بوتاسيوم، زي ماجنيسيوم، زي زنك، زي ايرون، اللي احنا خدناهم بردك في منهج ثالثه اعدادي اللي هم كيميكال اكتيفيتي سيريس. طبعا اللي هو اي اكتيف ميتال بيقدر ان هو بيكون انشط من الهيدروجين بيقدر يحل محل الهيدروجين وبيتفاعل مع الاسيد، زي مثلا الصوديوم مع هيدروكلوريك اسيد بنلاقي ان الصوديوم انشط من الهيدروجين فيحل محله فهيدينا ملح وبيطلع لي طبعا جاز اسمه هيدروجين جاز. الاسيدز برضك بتتفاعل مع املاح الكربونيت والبيكربونيت وبيكون لي سولت وبيكون لي ووتر وبيكون كربون دايوكسيد جاز، زي Na2CO3 برضه خدناها السنه اللي فاتت، زائد HCl بيدينا NaCl زائد H2O زائد CO2. طبعا عشان اوزن المعادله هنا بنحط 2 جنب ال HCl. طيب بالنسبه ل البيزس، بالنسبه للبيزس هنتكلم عليها دلوقتي. البيزز دي بتكون عباره عن كومباوند بيكون ليها بيتر تيست، والمسؤول عن الصفات بتاعت البيزز هي الاو اتش اللي موجوده في البيزز، زي بالظبط كده لو انا عندي ان اي او اتش وجيت حطيته جوه الميه بيدينا طبعا البوزيتيف ايون وبيدينا كمان مجموعه الهيدروكسيل جروب اللي هي الاو اتش، والاو اتش دي هي المسؤوله عن البروبرتي بتاعت البيزز.
يبقى ده بيكون عبارة عن substance dissociate in water producing OH negative ion. كمان البيسز بيحول الليتموس بيبر من اللون الريد للون البلو. نتكلم دلوقتي على النظريات اللي بتتكلم لي على تعريفات الاسيد والبيز. اول نظريه عندي بتاعت او اقدم نظريه اسمها ارهينيوس ثيوري بتاعت عالم اسمه ارهينيوس. تاني نظريه اتنين علماء عملوها، واحد اسمه برونشيد والتاني اسمه لوري. تالت نظريه بتاعت واحد اسمه لويس. اول حاجه هناخدهم بالترتيب كده اللي هو ارهينيوس ثيوري. ارهينيوس ثيوري بالمناسبه هو عالم سويدي وحط النظريه بتاعته سنه 1884 وعرف الاسيد وقال ان الاسيد ده سبستانس ديسوشيات ان ووتر، بتتفتت جوه الووتر او بيحصل لها ايونيزيشن جوه الووتر وبيطلع لي بوزيتيف هيدروجين اين اللي هو الاتش بوزيتيف. الله يا مستر، ما احنا عارفين التعريف ده، احنا خدناه قبل كده. ايوه بس احنا ما كنتش عارف مين العالم هو اللي عرفه او عرف لنا يعني ايه اسيد. طيب بالنسبه للبيز، ارهينيوس قال ان البيز ده بيكون عباره عن سبستانس ديسوشيات ان ووتر برودوسينج او اتش نيجاتيف اين. طب تعالى كده ناخد ازاي التعريفات بتاعته من حيث او من وجهه نظر ارهينيوس. قال مثلا لو انت عندك HCl جاز، طب هل HCl جاز ده بيوصل كهرباء؟ لا ما بيوصلش كهرباء. ايه ده، ما احنا خدنا HCl بيوصل كهرباء. اه بس الجاز ده باد كوندكتور اوف الكتريستي، اي جاز بيكون باد كوندكتور اوف الكتريستي. امتى يوصل كهرباء؟ لو بقى سوليوشن، يعني لو حطيته في ميه. لو انت حطيت ميه مع ال HCl جاز، ال HCl جاز هيبتدي ان هو يدوب في الميه ويتفتت ويحصل له ايونيزيشن، فهيدينا H بوزيتيف و Cl نيجاتيف، الايونيك ايكويشن اللي احنا عارفينها. ده كده اسيد، بس ال H بوزيتيف هي ما بتبقاش موجوده بصوره فري، يعني ما بتبقاش موجوده بصوره H بوزيتيف. ليه؟ لان كل H بوزيتيف بترتبط بموليكول من الميه وبيديك ايون بوزيتيف ايون بنسميه هيدرونيوم اللي هو رمزه H3O بوزيتيف. يبقى انا لو هكتب المعادله دي، HCl جاز مع الميه يدينا H3O بوزيتيف بلس Cl نيجاتيف. ناخد مثال تاني، لو انت عندك اسيتيك اسيد اللي هو رمزه CH3COOH، خدناه قبل كده اللي هو بيكون عبارة عن الخل اللي هو الاسيتيك اسيد ده مع المية هيدينا، لاحظ انا عملت هنا السهم رايح جاي. طب ليه عملت هنا السهم رايح جاي وعملت هنا السهم رايح بس؟ لان ده يا مستر ده بيكون عبارة عن complete ionization، يعني ال HCl كله هيتفكك جوه المية ل H positive و Cl negative. لكن بالاسيتيك اسيد ده بارشل ايونايز، لان ده بيكون عباره عن ويك اسيد، حتى التوصيل للكهرباء بيكون ضعيف لانه بارشل ايونايز، كميه الايونز فيه مش كتيره، فهيدينا CH3COO نيجاتيف ده اكوس سوليوشن بلس H3O بوزيتيف. احنا اتفقنا ان H بوزيتيف ما بتبقاش موجوده بصوره حره. طيب ده كده بارشل ايونايز. طب البيز، تعال نمسك مثلا البيز NaOH، بس انا مش بحب اقولها بيز، انا بحب اقولها الكلي. هقول لكم دلوقتي الفرق ما بينهم. ال NaOH جوه الميه هتدينا ايه؟ هتدينا Na بوزيتيف بلس OH نيجاتيف، ده اكيوس سوليوشن وده اكيوس سوليوشن، اديتك اهو ال OH، يبقى ده كده بيكون الكلي. طيب ناخد مثال تاني، لو انا عندي مثلا NH3 او NH4OH جوه الميه هيدينا NH4 بوزيتيف بلس OH نيجاتيف، هنا السهم رايح جاي يبقى ده ويك، ده بارشل ايونايزد. هنا السهم رايح بس يبقى ده سترونج، ده كومبليتلي ايونايزد. تمام، ليه بقى بحب اقولها الكلي ما بقولهاش بيز؟ مش الالكلي هو هو البيز؟ اه بس البيزز يا جماعه مش كلها بتدوب في الميه. البيز اللي بيدوب في الميه بس وبيطلع لي او اتش نيجاتيف اقول عليه الكلي. يبقى الالكلي هو بيز ديزولف ان ووتر، بس مش كل البيزز بتدوب في الميه. زي بالظبط كده هجيب بيز زي سي يو او اتش باي 2، ما هو ده بيز بس مش الكلي، ده جوه الميه هيدينا ايه؟ هيدينا
COOH by 2 solid. ده هيتعص تحت مش هيدوب في المية، يبقى ده كده بيز، ما ينفعش اقول عليه الكلي، لو قلت عليه الكلي غلط. يبقى انا اقدر اقول ان كل الالكلي بيزز، بس مش كل البيزز الكلي. ده الفرق يعني. طيب هنتكلم دلوقتي ده من وجهة نظر ارهينياس. يبقى انت هنرجع تاني، ارهينياس قال ان الاسيد هي substance dissociate in water produce H positive ion، ده كده اسيد. طب والبيز؟ البيز هو substance dissolve in water produce OH negative ion، يبقى ده كده البيزز. تمام، ايه بقى المشاكل اللي وقع فيها ارهينياس، او ايه العيوب بتاعت ارهينياس؟ ارهينياس قال عشان تبقى المادة دي اسيد لازم نكون اصلا فيها H، زي HCl فيها H، زي HNO3، زي H2SO4، زي H2CO3. يبقى اذا الاسيد لازم ان يكون فيها H، قبل ما ندوبها في الميه لازم يكون فيها مصدر لل H، لازم يكون فيها H اصلا عشان لما بتخش جوه الميه ال H ده بينفصل عنها. وقال ان البيز لازم ان يكون اخره OH او في مصدر لل OH ليه، زي NaOH اهو في OH جوه الميه هيتفكك ال OH، زي MgOH by 2 فيها OH اهو جوه الميه هيتفكك ال OH. ده اللي قاله أرهينياس. يبقى قال عشان اقول عن المادة دي اسيد لازم ان يكون فيها H، وعشان اقول عن المادة دي بيز او الكلي لازم ان يكون فيها OH. بس الكلام ده مش مظبوط. ليه؟ عندك الكربون دايوكسيد جاز، ده بيدوب في المية، لو حطيته في المية هيدوب وهيديك H بوستيف و CO3 نيجاتيف. ايه ده؟ طب ما هو اداك اسيديك سوليوشن اهو. رغم ان هو ما عندوش اتش، هو سي او 2 في اتش، لا ولكن المحلول بتاعه او السوليوشن بتاعه ده بيكون عباره عن اسيد. اذا مش كل الاسيد، او مش شرط ان يكون ده اسيد، ان لازم ان يكون فيه مصدر للاتش. بردك البيز قال لك لازم ان يكون فيها او اتش. طيب حاضر، ان اتش 3 ده جاز، لو حطيته في المية هيدوب وهيدينا NH4 بوستيف و OH نيجاتيف، اداك الكالاين سوليوشن او اداك بيز. اذا ال NH3 ده ما كانش فيه OH، ورغم ذلك المحلول بتاعه ده بيكون الكالاين سوليوشن. اذا مش شرط برضك ان البيز يكون فيها OH. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا على ارهينياس، خدنا ارهينياس وقال ان substance dissociate in water produce OH sorry H positive والبيز او الالكلي ده بيطلع لي OH. بردك تفاعل النيوتراليزيشن، لو انت عندك اسيد قوي زي ال HCl مع بيز قوي زي ال NaOH، التفاعل ده اسمه نيوتراليزيشن، هيدينا NaCl plus H2O. ايه بقى هي النت ايونيك ايكويشن للنيوتراليزيشن؟ نرجع كده لاول درس خدناه في يونت 2، النت ايونيك ايكويشن للنيوتراليزيشن رياكشن كانت بتقول ان ال H بوزيتيف مع ال OH نيجاتيف يديك H2O ليكويد. دي كده اسمها النت ايونيك ايكويشن بتاعت النيوتراليزيشن. بس امتى اوصل لدي؟ لما بيكون الاثنين اللي بيتفاعلوا مع بعض الاسيد والبيز يكونوا اقوياء، سترونج. يعني ايه سترونج؟ يعني كومبليتلي ايونايزد. هنا بيقول لي كلاسيفاي ذا فولوينج سبستانس انتو ارهينياس اسيد وارهينياس بيز جيفينج ريزون. ده هيكون اسيد. ليه اسيد؟ لان انا لو حطيته جوه الميه، لو انا حطيته جوه الميه هيدينا H بوستيف و NO3 نيجاتيف. اذا طلع لي H بوستيف يبقى ده اسيد. ده برضه جوه الميه هيدينا Mg بوستيف مع OH نيجاتيف هيديك بيز. يبقى لما يجي يسالني على الريزون هقول له هو ال HNO3 اسيد لان هو ديسوشييت ان ووتر بروديوس H بوستيف ايون او بروديوس هيدرونيوم بوستيف ايون.
اما الام جي او اتش باي 2 ديسوشيت ان ووتر بروديوس او اتش نيجاتيف ايون. خلاص يبقى احنا كده اتكلمنا على ارهينيوس وخدنا فيه كمان اللي هي العيوب بتاعته اللي وقع فيها. نمسك بعد كده برونشد لوري ثيوري. اتنين علماء عرفوا ايه هو الاسيد والبيز من وجهة نظرهم. عندك معادلة هنا ان اتش 2 او مع ان اتش 3 اداك ان اتش 4 بوزيتيف واو اتش نيجاتيف. قال ان الاسيد او قالوا ان الاسيد هي سابستانس جيفز اب بروتون. ايه هو البروتون ده يا مستر؟ هو الاتش بوزيتيف. يبقى اللي هيدي اللي هيعمل دونيت للبروتون او هيعمل دونيت للاتش بوزيتيف او هيدي الاتش بوزيتيف ده اقول عليه اسيد. والبيز هي سابستانس اكسبت ذا بروتون، هي اللي بتقبل البروتون ده. يبقى واحده بتدي اتش والثانيه بتاخد منها الاتش. اللي بتدي اتش اقول عليها اسيد، اللي بتاخد الاتش اقول عليها بيز. طيب قالوا ايه بقى بعد كده؟ الاسيد بيكون ماده اسمها كونجيوجيت بيز، والبيز يكون ماده كده اسمها كونجيوجيت اسيد. تعال كده نشوف المعادله دي. H2O خرجت بقت OH، يبقى ال H2O دي خسرت ال H، هي اللي ادت ال H بوزيتيف لل NH3، يبقى ال H2O ده الاسيد. طب الاسيد بيكون كونجيوجيت بيز، H2O ده الاسيد، الكونجيوجيت بيز بتاعتها OH نيجاتيف. طب NH3 خرجت NH4 بوزيتيف، معناها ان هي زودت ال H1، يبقى هي اللي كسبت ال H، يبقى ده بيز. طب البيز بيكون ايه؟ كونجيجيت اسيد. تعالى كده نشرحها بمثال تاني. عندك HCl مع الووتر اللي هي H2O يديك H3O بوزيتيف بلس Cl نيجاتيف. نمسك واحد واحد من الرياكتانت، هما مين الرياكتانت اللي اتفاعلوا مع بعض؟ ال HCl وال H2O. طب ال HCl خرجت ايه؟ Cl بس، يبقى دي اللي خسرت ال H بوزيتيف، يبقى اقول عليها اسيد. يبقى اللي خسرت ال H بوزيتيف اقول عليها اسيد، يبقى ال HCl ده اسيد. طب الاسيد بيكون ايه؟ بيكون كونجيوجيت بيز، يبقى انا الكلورين نيجاتيف ده اسميه كونجيوجيت بيز. طب H2O بقت H3O، يعني كسبت ال H، دي كسبت H بوزيتيف، يبقى دي كده اقول عليها البيز. يبقى اللي كسب البروتون او الهيدروجين بوزيتيف اين ده البيز. طب H2O بقت H3O، البيز بيكون ايه؟ بيكون كونجيوجيت اسيد، يبقى ايون الهيدرونيوم ده اسميه كونجيوجيت اسيد. تمام. طيب ممكن يجي لي في الامتحان يجي يقول لي ايه مثلا؟ مثلا على سبيل المثال اتش سي او 3 نيجاتيف، لو هو اسيد الكونجيوجيت بيز بتاعه هيكون رمزه ايه؟ طب لو هو اسيد الاسيد بتعمل ايه؟ بتخسر اتش. طب لما هيجي يخسر اتش هيبقى الرمز ايه؟ CO3 ومجموعه الكربونات بنيجاتيف 2. يبقى الاجابه بتاعتك هتكون CO3 نيجاتيف 2. طب بقول لكم ايه؟ لو عكسناها يعني ايه؟ يعني ال HCO3 في بعض التفاعلات هيتفاعل على اساس ان هو بيز. طب لو هو بيز يكون ايه؟ هيكون لي كونجيوجيت اسيد. طب البيز بتعمل ايه؟ بتكسب اتش بوزيتيف او بتكسب بروتون، يعني الاتش هنزودها بدل ما هي كانت 1 اتش هنخليها 2، فيبقى الرمز ايه؟ H2CO3. طب يا مستر معلش، هو انت ليه هنا حطيت نيجاتيف؟ هي كانت نيجاتيف بقت نيجاتيف 2، طب ليه؟ دلوقتي انت مش شلت اتش؟ شلت اتش بوزيتيف، معنى كده ان البوزيتيف قل واحد، يبقى تزود النيجاتيف واحد، بدل ما هي نيجاتيف 1 هتبقى نيجاتيف 2.
طب الناحية التانية هي كانت نيجاتيف بقت نيوترال زيرو. طب ليه؟ دلوقتي انت اتش زودت اتش عليها، يعني زودت البوزيتيف، يبقى لما البوزيتيف تزيد يبقى انت هتشيل النيجاتيف. زودت اتش تشيل نيجاتيف، نقصت اتش تحط نيجاتيف. وصلت؟ تمام كده. احنا خدنا النظريات بتاعت ارهينيوس وكمان بتاعت البرونشيت لوري سوري. شو باي ا كيميكال ايكويشن ذا ديزولفينج اوف هيدروجين كلورايد جاز HCl in water according to برونشيت لوري سوري then identify acid و base and their conjugate. دي حلناها قبل كده، مفيش مشكلة ممكن نحلها تاني لو جالنا سؤال is equation. عندك دلوقتي ال HCl ده جاز، ده مبيوصلش كهرباء، لأن قبل كده جه سأل سؤال ال HCl جاز وال HCl aqueous مين فيهم بيوصل كهرباء؟ هيكون ال HCl aqueous solution. كلمة aqueous solution معناها ان ال HCl ده داف في المية وطلع لي H positive، يبقى ده كده يوصل كهرباء. لكن ال HCl ده جاز، قبل ما ندوبه في المية هو جاز، والجاز معروفة ان هي ما بتوصلش كهرباء. طيب HCl هفعله مع مين؟ مع المية H2O، هيديني H3O positive و Cl negative. ادي ال HCl بقت Cl وال H2O بقت H3O، مين اللي خسر ال H؟ ال HCl. يبقى اذا ال HCl ده اقول عليه ايه يا جماعه؟ هقول عليه اسيد، وال H2O ده اللي كسب ال H اقول عليه بيز. طب الاسيد بيكون ماده اسمها كونجيوجيت بيز، والبيز بيكون ماده اسمها كونجيوجيت اسيد. كده انا حليت له السؤال اللي هو عايزه. Explain the following chemical reaction in the light of برونشيت لوري سوري. طب CH3COH بقت CHCCO بس، يعني خسرت H، يبقى ده هقول عليه ايه؟ هقول عليه acid. وال H2O بقت H3O، يبقى ده هقول عليه ايه؟ هقول عليه base. طب الأسيد بيكون conjugate base، والbase بيكون conjugate acid. يبقى CH3CO ده هقول عليه conjugate base، وال H3O ده اقول عليه كونجيوجيت اسيد. HCO3 مع H2O، طب ال HCO3 بقت ايه؟ H2CO3. ايه ده ال H زادت، H زاد يعني هي اللي كسبت H، يبقى ده كده البيز. وال H2O بقت OH يعني هي اللي خسرت ال H، يبقى ده الايه؟ الاسيد. طب البيز يكون لي كونجيوجيت اسيد، يبقى ال H2CO3 ده اقول عليه كونجيوجيت اسيد، والاسيد يكون كونجيوجيت بيز، يبقى ال OH نيجاتيف ده اقول عليه كونجيوجيت بيز. HCO3 مع H2O اديتنا CO3 نيجاتيف مع H3O، ال H2O بقت H3O يبقى ده كده بيز، لان ده اللي كسب ال H، وال HCO3 هو اللي خسر ال H، يبقى ده اقول عليه اسيد. طيب ده كده يا جماعه اقول عليه ايه؟ اقول عليه كونجيوجيت بيز، لان الاسيد بتاعه هو اللي خسر ال H، والبيز يكون لي كونجيوجيت اسيد. طيب لويس بقى، لويس قال ان الاسيد هي سبستانس ريسيف وان اور مور الكترون، والبيز ذا سبستانس جيفز اواي وان اور مور الكترون، او ممكن هنا اقول اكسبت لون بير، وهنا ممكن اقولها جيفز لون بير. ايه قصه اللون بير ده يا مستر؟ تعالى كده نشوف. عندك مثلا NH3 مع H2O هتدينا NH4 بوزيتيف و OH نيجاتيف. عايز اعرف الاسيد والبيز. نرجع كده، في حاجه اسمها لون بير. انت عندك النيتروجين، نرجع كده بالزمن ورا، عندك الاتوميك نمبر بتاعه 7، لما نيجي نوزعه ال K يشيل 2 وال L هيشيل 5. اذا ال N حواليها 5 الكترون، لان الاوتر موست انرجي فيه 5 الكترون،
احنا بنتكلم على الاوتر موست انرجي ليفل اللي هو اخر انرجي ليفل في التوزيع. ادي 1 2 3 4 5. طب ده ان اتش ايه؟ ان اتش 3. طيب واحد من ضمن الالكترون ده هيشترك مع الاتش، وواحد هيشترك مع الاتش، وواحد هيشترك مع اتش، في اتنين الكترون كده ما اشتركوش مع حد، دول بنسميهم لون بير. يبقى اللون بير ده اللي هو الفري الكترونز اللي ما مش اللي مش داخله في البوند مع H2O. ادي الاو، الاو حواليها ستة على فكرة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، هتشترك مع ده بH وهتشترك مع ده بH. اللي يحصل كالاتي في التفاعل ده، ال N هتدي واحد من ضمن اللون بير ده لمين؟ للووتر، وهتسحب منها H. طيب مين اللي اتبرع باللون بير؟ الامونيا. اللي بيتبرع باللون بير ده اقول عليه بيز، ومين اللي اخذ اللون بير؟ الووتر، يبقى ده اقول عليه اسيد. يبقى اللي بيتبرع باللون بير ده اقول عليه بيز، واللي بياخد اللون بير ده اقول عليه اسيد. نمسك مثال تاني، عندك اتش بوزيتيف مع الفلورين نيجاتيف يديك اتش اف. تعالى كده نشوفها، ادي الاتش بوزيتيف مع الفلورين، هي الفلورين يا جماعه عندها نيجاتيف، معناها ان الاوتر موست انرجي ليفل كومبليتلي فيلد ويز الكترون. هتدي واحد من ضمن اللون بير ده لمين؟ للهيدروجين، وتاخد الهيدروجين ذات نفسها. طب مين اللي اتبرع باللون بير؟ مين اللي عنده لون بير؟ الهيدروجين بوزيتيف ما عندوش يا عيني اي حاجه، ما عندوش اصلا الكترونز. يبقى اذا دلوقتي اللي هيدي اللون بير او اللي يمنح اللون بير هو الفلورين نيجاتيف، يبقى ده اقول عليه ايه؟ اقول عليه بيز. والاتش بوزيتيف ده اللي هياخد اللون بير اقول عليه اسيد. يبقى الفلورين نيجاتيف اقول عليها بيز، والاتش بوزيتيف ده اقول عليها اسيد. تمام؟ دي كانت النظرية بتاعة لويس. يبقى احنا كده اخدنا ثلاث نظريات، اخدنا نظرية ارهينيوس، اخدنا نظرية برونشيد لاوري سوري، واخدنا النظرية الأخيرة لويس. طيب which of the following show both acid and base when ammonia gas dissolve in water؟ هي الأمونيا لما بتدوب في المية معروفة، ال NH3 مع ال H2O هيدينا NH4 positive و OH negative. طب ال NH3 بقت NH4، هي اللي خدت ال H، يبقى ده بيز، وال H2O ده الأسيد. يبقى أنت عندك الأسيد هو ال H2O والبيز هو الأمونيا، يبقى الاختيار بتاعنا هيكون C. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا، ألقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم. كان معكم دكتور ممدوح خليل، شكراً.